بكم في أخبار المساء. أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم إنه نظراً للحالة الجوية سيتم تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في كافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية في جميع محافظات السلطنة باستثناء الوسطى وظفار، على أن تستأنف الدراسة بعد غد الثلاثاء. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من ملتقى معا نتقدم الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت رعاية صاحب السمو السيد يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضة والشباب. يهدف الملتقى إلى التواصل والتفاعل بين الحكومة والمجتمع وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومشاركة اهتماماتهم وتحدياتهم مع المسؤولين. قالت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في ملتقى معا نتقدم إن البناء المخطط ل29 مبنى مدرسي سيخفض عدد المدارس المسائية إلى ما يقارب 122 مدرسة مع بداية العام المقبل. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstories.com.